عليكم خويا. وعليكم السلام. اليوم برد شاكر في البصره زايرينك. اهلا وسهلا خويا. خويا ممكن تشرح لنا عن وضعكم؟ خويا انا عندي 4 اطفال، ابوهم توفى بحادث سياره من شهر الثاني. تستلمين رعايه اجتماعيه؟ لا. زين، عندك مصدر دخل ثاني؟ ما عندي، هي مؤسسة العين ما جاي تسد متطلباتهم. ايش قد جاي يعطونك؟ الواحد الطفل 75، بس ما حسبوا لي الابنية الكبيرة. يعني طولك 225 مو؟ نعم. البيت اللي ساكنة بيه شنو هذا؟ بيت تجاوز، طبعا كان يفيض، هسه تبرعوا لي ناس سووا لي اياه، هسه حاليا فقط رطوبة. عندك قدرة على العمل؟ ببالك شغلة نقدر نساعدك بيها؟ عندي ببالي انه اجيب مواد تنظيف وابيع لاقاربي او جيراني. نعم. لان هذا استخدام يومي. شنو محتاجة للبيت؟ طبعا انا من اقول لك شنو محتاجة للبيت، انا ما عندي شيء. نعم. هسه دخل الشتاء، شيء ضروري هيتر. نعم. غسالة ما جاي نشفن الملابس. شلون جاي تغسلين العاد؟ جاي اغسل، اضغط اوضه عندي فصخ قديم انا بايدي بين الكف والايد. نعم. يعني من الطفوله اضغط على نفسي واغسل، مرات تجي بنتي تساعدني اذا اشوف انها ما عندها دراسه. بس يعني اخلصها. انطوني ناس اوتي اقعد انشف، احاول انشف بيهم منها لما ما ينشفن. احاول انشف بيهم بالاوتي. بالنسبة للطباخ هم جابوا لي ناس هم نعم الله عليهم، بس مشكلته انه يقبقب بس عين واحدة تشتغل بالوسطى، ويقبقب وصوته كلش عالي، يعني بحيث من اجي احكي ويا جهالي اطفيه واجي احكي وياهم لهالدرجة. بعد شنو النواقص؟ طبعا كمية انا ما عندي، انا وجهالي ما عندي كمية وجبتهم ويني، يعني وهواية تعرف انت هاي الامور صرف، كل هذا مصرف. بالنسبة للثلاجة، الثلاجة يوم تشتغل ويوم لا، وخليتها عندي اختي، يعني هم يردوها لان ما عندهم، يعني ما تكفي ثلاجتهم ذيجة ورجلها جاي يقلها عليها، فهم ما جاي يسوي لي شغل الثلاجة، وصغيرة وما بيها أصلا شبشات، ويوم تشتغل ويوم لا ما أعرف ليش. عندك أحد مريض يعني؟ لا الحمد لله ما عندي، الحمد لله. أطفالك في المدرسة؟ كلهم مدارس. بيعصف وبيعصف؟ بالنسبة للكبيرة 5 علمي، والأصغر ابني 3 متوسط و5 ابتدائي وأول ابتدائي. خويا احنا من ضمن برامجنا عندنا بطاقة الغداء والإغساء، هاي قيمتها 50,000، إن شاء الله الإخوان يتصلون بيش تزين تسلمين بها. تحبين تقولين شي بعد للإخوان؟ يا ريت الله يوفقهم إن شاء الله، يعني عندي هذه مبادرة العفو هواية، يعني توفيق، أحس توفيق من رب العالمين جاي يسوونه لكم هذا. الله يبارك، الله يسخركم إن شاء الله العمل الخير. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.